السلام عليكم، توجو مع بيجو 63. كما راكو تشوف معنا جاتنا 208 اليوم 1.2 ليسونس موتور 3 سيلاند. جاتنا فيها بروبلام فيبراسيون موتور. شوفوا معنا كي نوضو الموتور. كما راكو تشوفوا تيرمينو تاعو يطلع ويهبط، الموتور ماهوش ستاب، ديفو موتور او شاعل تشاك ثانيك. شوفوا معنا في الموتور، شوفوا معنا الموتور تشاوي فيبري، فيه فيبراسيون كبيرة الموتور. حنا ان شاء الله انا حين نديرو دياغنوستيك تاعنا قبل ما نديمونطي ونشوفو البروبلام، اسكو بوبينا اسكو بوجية، قبل ما نديمونطي ونوصلو باش نشوفو نفيريفيو اذا لي سيو طابش وحدة راهي مكسرة ولا مبريدية. ان شاء الله قالك الموتور هذا ماشي ماشي نال جامي تفتح، قالك بدلت لي بوجي وبقى لي نفس لي بروبلام. دوك حنا نديرو دياغنوستيك تاعنا وان شاء الله انا نعطيكم ريزولطا فيه وشكرا. مور ما كملنا دياغنوستيك تاعنا كيما وضحنا لكم على الموتور هذايا، خرج لنا راطيت كومبيسيون سيلاند. المشكل راهو لداخل لا شومبر دو غاز، يا يكون بيستون يا سوبابا تكون بريديا ولا تكون بيكيا ولا. دوك حنايا انا ديمونطينا الموتور كيما راكو تشوفو، ان شاء الله دوك نحلوه ونوريكم لومبان لداخل. وخرجت لنا لاسون دوكسيجين وخرج لنا الكاتاليزر. شوفوا معانا هنايا راكو تشوفو نورمالمون راه يتبهر. شوف معايا لا شومبر دو غاز لداخل كيفاش راهي. شوف معايا راك تشوف لا كالامين اللي كانت داخل كامل الكيلاص، راك تشوف سو بابا كيفاش راهي مغمومه كامل بالكحوليه هذيك لا كالامين. هكذا دوك نحيو كيلاص عندي كيلاصي ونزيدو نوضحو لكم اكثر. كما راكم تشوفوا معنا الحمد لله انا نحينا لاكيلاص. شوف معايا هنايا في البلوك، هنايا شوف معايا بيستون دو هذا تشوك شاو يخبط بزاف. شوف معايا هنايا في لا شومبر دوزيام، شوف معايا هنا سو بابا. حنا في كي درنا سكانر خرج لنا بلي سيلندر 3 هو بلي اللي فيه راطيت كومبيسيون. شوفوا معانا هنايا هذا السيلندر هذا نورمال ما يتبان. شوفوا معانا هنايا كيفاش راهو يجوز، راك تشوف السو بابا كشي شامخه. و كي ديمونطينا حنايا زاد بان لنا بلي هذه السو بابا تاع لي شابمون كيما راكو تشوفوا هنايا بلي مثقوبه كيما ورينا لكم مقبلات ملالين دي شاطمون. هذه من الكاتاليزر وحنا في سكانر خرجنا الكاتاليزر هذا كيتب واش كاتاليزر هذا واش يدير، يا يقدر يكولي لك بيستون يا يثقب لك سو بابا ولا سو بابا تدخل في السياج تاعها. هذا من الكاتاليزر كيتب واش. وانا الحمد لله راك تشوفوا معانا انا توصلنا للنتيجه علاش كان يفيبري الموتور اللي هو على اين دو سو بابا وعندو بيستون هذا الدوزيام وعندو هنايا عندو بيستون طروازيام هذا ثانيك عيان وهنايا كيما راكو تشوفوا هذا ثانيك طروازيام كيف كيف كامل في ثلاثه فيهم الجوج. وعندنا لي سو باف تاع لي شاطمون نبدلوهم. دوك نكملو النحو هنايا لي بيستون من الموتور ورانا نكملو لكم الفيديو ان شاء الله. كما راكو تشوفو معنا هذا هو حالت لي طول فلاشان، هذا لاشان تاعو او بدا يطول عليها ما بدلهاش. شوف معايا هنايا كيفاش بدا تبوش لا كريبي، راكو تشوفو معايا لي كرا هنايا هامليك هذا وكان زاد مشابيها شويه وما صرالوش بروبلام في سو بابا كان قادر يكوليلو من لاشان. ننصحوكم كل 60000 شاك 60000 بدلوه، نصيحة لوجه الله
لونطري ديالو كان دير كلش في وقته ما توصل حتى المصيبة ان شاء الله. شوفوا معنا هنا حبيت نوضح واحد الامر. شوف معايا كي تكون بومبا لويل مليحه وماشي مسخه وتكريسي مليح وزيد دائما جديده. شوف معايا هنايا بلي البياله ما فيهاش جو ومام الفير بلوكا لي كالاتيرال. شوف معايا هنايا ما كاش ميم با الجو. حبينا نوضحوا واحد الامر، هذا الموتور هذا لو كان اخذ فيدا كاتاليزر تاعو كي كانت ماشيه 30 الف 40 الف ويحادر عليها يدير لها الزيت في الوقت ولونطريتيا ما يوصلش كاع الامر هذا تاع سو بابا ويتبوش له كاتاليزور ومن بعد سو بابا تقبلو. ثم نوضحوا واحد الامر، حنا دائما نوضحوا ونعاودوا لاشان تاعك كل 60 الف بدلها. وعندك واحد الامر واحد اخر، الزيت تاعك ما تمشيش بها 10 الاف، مشي بها 8 الاف 9 الاف بدلها باش تحافظ دائما على الموتور تاعك. دوك نحو لي بيستون ونكملو لكم. شوفوا معنا هنا داخل الشميسة في البلوك. شوف معايا هنايا، شوف معايا لي ريور هذوما راني نجوز في ظفري دوكا راك تشوف شغل راهو ظفري ويتحكم هنايا في الشميسة هذه. شوف معايا هنا في البيستون فوق البيستون نورمالمون الله اعلم ما يتبان مليح. شوف معايا هنايا هذه سيغمو بدات تتفتت راكو تشوفو نورمالمون مليح. سيغمو بدات تتفتت، شوف واش دارت لنا لداخل الشميزة هذا يا دوكا. شوف كاين امر، اذا نلقاو ان شاء الله بيستون 0.50 ناليزيوه ونبدلو البيستون باسكو البيستون هذا تجرح بزاف. دوك نغسلوه نوروه لكم مليح ان شاء الله. شوف معايا هنايا راهو يبان بلي هو مجروح اكو تشوفو. شوف كيفاش جرح لنا هنايا الشميزة هذا ناليزيوه، اذا قالنا تورنر نقدروا ناليزيوه نرجع 0.50 نبدلو البيستون. واذا لازم يتشوميزا ما يقدرش يتاليزا لازم نشوميزيوه باسكو هنايا. باش نوضح واحد الامر، كاين هنا واحد الحسابات تاع التورنر كيما نقولو حنا ياليزيه ماهوش راح ياليزيه ينقص بزاف بين البيستون هذايا الاستيدي وبين البيستون 0.50 ما كاش بزاف زعما نقولو ان سنتيم ولا كاين كيما بواحد الطريقة كاش نهار مع التورنور نخلوه يوضحها لكم. هي بين الاستيدي و 0.50 الله اعلم اذا مانيش غلط وخايف نعطي المعلومة خاطئة كاين واقيل 3 ديزيان تاع بين الاستيدي و 0.50 وان شاء الله هكذا. دوك نجيبو لابياس وندو البلوك التورنور كي نكونوا في المونتاج ان شاء الله نوري لكم كامل واش درنا. السلام عليكم وان شاء الله دائما تستفادوا معنا وبارطاج خاوتي بارطاج ماكسيموم بارطاج باش كامل نستفادوا ونوضحوا واحد الامر باش الناس اللي عندهم موتورات كيما هذوما ما ينضروش وان شاء الله الناس اللي ما تعرفش تستفاد. وشكرا والسلام عليكم.